بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل مدارسة أواخر سورة الشعراء، هذه السورة التي قلنا إنها تدور حول التأكيد على صحة الدين برد شبهات المفترين على أنبياء الله تعالى. نهايات السورة أو خاتمة السورة، نحن قلنا إن هذه السورة يمكن أن نقسمها إلى عدد من المقاطع الرئيسية. في المقطع الأول في الآيات الأولى من هذه السورة مقدمة تبين موقف المكذبين بآيات الله، بالرغم من كون هذه الآيات ظاهرة واضحة على إعجاز الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة. ثم بعد ذلك الآيات من 10 ل 191 عرضت السورة للعديد من قصص الأنبياء عليهم السلام، لنقف على مواقف المكذبين للأنبياء رغم ما أتى به هؤلاء الأنبياء من معجزات واضحة على ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى لأجله. ثم بعد ذلك، بعد هذا العرض القصصي الطويل الذي فيه قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا نوح وقصة سيدنا هود، ثم بعد ذلك قصة سيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب، بعد هذا العرض القصصي الطويل الذي يحذر الناس من سلوك سبيل هؤلاء المكذبين أو الميل إلى أفعالهم، مع إبراز جهات ضلال كل فئة من هذه الفئات أو كل قوم من هؤلاء الأقوام، حيث ضل بعضهم بالشهوات، ضل بعضهم في الناحية الاقتصادية بالتصفيف في الكيل والميزان، ضل بعضهم عندما أنعم الله عليه بنعم كثيرة فلم يشكر هذه النعم بل طغى وتجبر، إلى آخر هذه الأوجه المتعددة من الضلال. فالسورة بتحذرنا من سلوك سبيلهم وبتعرض لنا جهات الضلال المختلفة حتى نحذر هذه الجهات. فكأنه السورة بتقول لنا إنه طرق الشيطان لإضلال الناس ليس طريقا واحدا، بل قد يدخل الشيطان للإنسان من طرق متعددة، فلنحذر هذه الطرق جميعا. في خاتمة السورة، جاءت هذه الخاتمة من الآية 192 اللي هنبدأ فيها النهاردة إن شاء الله لآخر السورة الآية 227. في هذه الخاتمة السورة أعادت التأكيد على بلاغة القرآن وحجة القرآن، كما أيد الله عز وجل رسله السابقين بالحج والبرهان، فقد أيد الله عز وجل أيضا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان. هذه الحجة والبرهان متمثلة في معجزته الكبرى وهي القرآن العظيم. أكدت السورة أيضا في نهايتها حفظ الله عز وجل لهذا القرآن، فقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم بعد ذلك، كما افتتحت السورة لبيان حجة القرآن مع تهديد المصرين على التكذيب، تهديدهم بالعذاب، ختمت أيضا ببيان موقف الشعراء الذي ينبغي أن تقودهم الفصاحة إلى أن يكونوا أول المؤمنين ببلاغة القرآن مع تهديد المكذبين منهم بالعذاب. فالآية هنا بتخص، أو أواخر السورة بيخص الشعراء، بين المفترض أن هؤلاء الشعراء المشتغلين بالبيان هم أكثر الناس نظريا إدراكا لجمال وحلاوة وبلاغة القرآن وبالتالي إعجاز القرآن، كما حصل مع قوم مع سحرة فرعون، كما كان، والسورة عرضت لنا هذا، كما كان سحرة فرعون أول من أدرك أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرا، فكذلك ينبغي على الشعراء
أن يكونوا أول من يعلم أن القرآن ليس شعرا، وكما آمن السحرة سحرة موسى بأن موسى سحرة فرعون بأن موسى عليه السلام نبي من عند الله، كذلك على الشعراء أن يكونوا أول من يؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلونا كده نمشي مع الآيات ونشوف ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيها. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإنه الضمير يعود على القرآن، هذا القرآن نزل. وإنه لتنزيل رب العالمين يعني ليس من نفس، ليس نابعا من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من اختراعه صلى الله عليه وسلم، ليس من اختراع بشر، ليس من ملاك، ليس من جن، بل مصدره الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى، المالك الملك الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا القرآن منزل في كل حروفه، ألفاظه، دلالاته، حتى معانيه. يعني القرآن يظن بعض الناس إن نزلت ألفاظه فقط من عند الله تعالى، لا، القرآن لفظا ومعنى نزل من عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له وظيفة البيان، وظيفة الشرح، لذلك احنا بنقول القرآن لا يستغني عن السنة، والسنة لا تستغني عن القرآن، وكلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان بالسنة. فالقرآن نزل لفظا ومعنى من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقبلها قال: وما ينطق عن الهوى. إذن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليس من نفسه، ليس من هواه، بل هو تنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وهو أمين لأنه مؤتمن على وحي الله تعالى لأنبيائه، فلا يستطيع جبريل أن يزيد حرفا ولا أن ينقص حرفا، كما لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا. الله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا لا يستطيع جبريل الزيادة ولا النقصان، بل هو مؤتمن. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد ولا ينقص، بل كلاهما جبريل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما تحت السيف العبودية لله سبحانه وتعالى مهما علت مراتبهم، فهم يعني عباد لله يفعلون ما يؤمرون به من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف جبريل بالأمانة، أي أنه مؤتمن على هذا الوحي، لا يستطيع أن يعني يحجز بعضه ويبلغ بعضه مثلا، لا يستطيع أن يغير أو يبدل فيه. طيب، هذا النزول كان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النزول على القلب معناه الوعي التام، لأنك ممكن الحاجة تسمعها زي ما حضراتكم الآن قاعدين في المحاضرة أنتوا سامعيني، لكن بعضكم ممكن يكون سرحان في البيت، في الأولاد، في الدراسة، في مثلا في الراتب اللي قرب يخلص واحنا آخر الشهر، مثلا في فيلم أجنبي هو مستنيه عايز يتفرج عليه، في أي حاجة. فأنت سمعني لكن قلبك مش معاي. فهنا لما يقول على قلبك، يبقى هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعاه تماما وفهمه تماما، وفهمه غاية الفهم، بحيث لا ينسى منه لفظا ولا معنى، بحيث لا ينسى منه لا شيئا من ألفاظه ولا شيئا من معاني. على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا الغرض من إنزاله على قلب النبي تاما في ألفاظه ومعانيه
أن يقوم بهذه الوظيفة الإلهية التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي وظيفة الإنذار، وظيفة التعليم، وظيفة التحذير والتبشير. والإنذار والتبشير غالبا ما يقال الإنذار يكون لغير المؤمنين والتبشير يكون للمؤمنين، لكن الإنذار والتبشير كلمتان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا هو هنا قال المنذرين وما قالش المبشرين، فهل كده وظيفة النبي فقط هي لإنذار الكافرين وليس له وظيفة مع المؤمنين مثلا؟ لا، فهو إذا قال هنا المنذرين تشمل المعنيين، معنى التبشير والإنذار الاثنين مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء لينذر ليخوف ليحذر الكافرين، وتحمل الكلمة أيضا معنى أن يبشر وأن يبلغ وأن يعلم المؤمنين. فأي على قلبك لتكون من المنذرين، لكن مع ملاحظة طبعا، طب إذا كان الاثنين بمعنى واحد لماذا اختار القرآن كلمة المنذرين ولم يختار كلمة المبشرين؟ في هذا سر بياني، لأن السورة أصلا جاءت لتتحدث عن المكذبين، يعني طول السورة وعرضها في الحديث عن المكذبين وجزاء المكذبين والتحذير من التكذيب. فلذلك كان المناسب لجو هذه السورة أن يختار كلمة المنذرين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوعاه تماما لفظا ومعنى، ليقوم بمهمة البلاغ والبيان والإقناع. هذا القرآن نزل بلغة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزل بلسان عربي واضح ظاهر، وبلسان عربي موضح مظهر ليفهموا ما فيه. إذن نزل بلغة العرب، لذلك إذا كان القرآن نزل بلغة العرب فإذن فهمه ينبغي أن يكون وفق ما تفهمه العرب، وفق لسان العرب. يعني إذا كان العرب عندها حقيقة ومجاز فالقرآن في حقيقة ومجاز، إذا كان العرب عندها استعارة وكناية فالقرآن فيه استعارات وكنايات، إذا كان كده. فإنت بلسان عربي مبين، يعني معاني المفردات ينبغي والتراتيب أيضا ينبغي أن تعلم وفق المعجم العربي. لذلك لا يجوز أن يفسر القرآن بغير لغة العرب، بل ينبغي لكل من يريد أن يفهم القرآن أن يرجع إلى لغة العرب في الفهم، وهذا شرط من شروط من المفسر والمجتهد وكل من يريد أن يفهم القرآن، أن يرجع أولا إلى لغة العرب أو إلى لسان العرب. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. هذا القرآن ما جاء في القرآن من حقائق إيمانية أو من قواعد كبرى أو من مبادئ أخلاقية أو من شرائع إسلامية، هذه المبادئ وهذه القواعد ليست جديدة. يعني كل الأنبياء جاءوا بالإيمان بالله، جاءوا بالإيمان بالكتب، جاءوا بالإنبياء بالرسل جميعا، حتى إنهم كانوا يبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي. يعني سيدنا محمد قال لنا آمنوا بكل من سبقني من الرسل ولا تفرقوا بين أحد منهم. طيب الأنبياء السابقين كانوا يذكرون السابقين واللاحقين، إنه في أنبياء ستأتي بعد ذلك عليكم أن تؤمنوا بهم إن أدركتم زمن بعضهم، أو إن لم تدركوا زمن بعضهم عليكم أيضا أن تؤمنوا بأن الله سيبعثهم بعد ذلك. فكل الأنبياء جاءوا بالإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر، كلهم جاءوا بهذا، كلهم جاءوا بالشعائر، كلهم جاءوا بصلاة وصيام وحج ونحر وحلال وحرام وتحريم للزنا والقتل وكذا وكذا، كلهم جاءوا بالمبادئ الأخلاقية التي لا يختلف فيها اثنان، تحريم السرقة والكذب والخيانة والعجب والكبر وكذا وكذا. فما جاء في القرآن ليس عجيبا ولا غريبا، وهذا من دلائل كون القرآن من عند الله، ومن دلائل كون النبي صلى الله عليه وسلم من رسل الله، إنه ليس بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته إنه عين ما جاء به هو عين ما جاء به موسى وعيسى
عليهم السلام حتى في كتبهم التي حرفت. يعني القرآن بينهى عن الزنا، عن القتل، عن السرقة، يأمر بالصدق كذا 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 إلى آخره. فكل هذه مبادئ يتفق فيها القرآن مع ما سبقه من الكتب. فلذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإنه يعني إنما جاء في هذا الكتاب من مبادئ وحقائق وكليات لا في زبر الأولين، يعني لا مثبت في الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء السابقين. أولم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل، يعني ألم يسألوا علماء بني إسرائيل هؤلاء المشركين وحدث أنهم سألوا علماء بني إسرائيل. ذهب وفد لما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، ولما قال أما رسول من عند الله، ولما قال أما رسول الله، ذهب وفد من كبار مشركي مكة إلى المدينة، ومشركي مكة لم يكن لهم علم بكتب اليهود والنصارى، واليهودية والنصرانية أصلا لم تكن ديانتهم وليسوا من بني إسرائيل، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكنهم كانوا يسمعون إنه في نبي اسمه موسى، في نبي اسمه كذا، وإن في يهود أتبع موسى وفي نصارى أتبع عيسى، كانوا يسمعوا زي ما كل الناس تسمع، وكان بعضهم موجود في الجزيرة العربية انتظارا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا هو المذكور في كتبهم إنه المدينة هذه ستكون هي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سيتوفى. فذهب وفد منهم إلى هؤلاء وسألوهم عن أمور، قالوا ظهر فينا رجل يدعي أنه نبي ونريد أن نعلم هل هو نبي أو لا. فقال لهم علماء بني إسرائيل سألوه عن أمور إن أجاب عنها فهو نبي، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان خبرهم، سألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب ما كان خبره، سألوه عن الروح، وفي بعض الروايات في زيادة سؤالين كمان سألوه عن أول طعام أهل الجنة وهكذا. فسألوهم هذه الأسئلة جميعا التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. الفتية الذين ذهبوا في الظهر الأول كانوا فتية أصحاب الكهف، قص النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم في القرآن بوحي من عند الله. الرجل الذي طاف المشارق والمغارب كان هو ذو القرنين، قص النبي خبره أيضا. الروح أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال هي من أمر ربي. أول طعام أهل الجنة قال كبد الحوت أو زيادة كبد الحوت، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن كل أسئلتهم. وفي سؤال خامس وهو يذكر في بعض الروايات، وهو السر في إنه الولد يشبه أحيانا أباه وأحيانا يشبه أمه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك. فإذا علمه علماء بني إسرائيل بهذه الطريقة، ثم علموه لما آمن به بعضهم، يعني بعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوه. حيي بن أخطب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وعرف أنه نبي آخر الزمان، ثم رجع إلى قومه فقالوا له أهو هو، يعني هل هو النبي الذي كنا ننتظره؟ قال نعم. قالوا فماذا نحن فاعلون؟ قال عداوته ما حييت، كأنهم رفضوا أن يخضعوا لنبي عربي ليس من بني إسرائيل، رغم أنهم كانوا ينتظرونه، لكنهم كانوا يظنون أن الله سيبعثه منهم من بني إسرائيل. فإذا هذه كلها آيات ودلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على صدق القرآن المعجز. فلذلك يقول ربنا ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على رجل من الأعجمين أي الذين لا يستطيعون التكلم بلغة العرب فقرأه عليهم، يعني فقرأ هذا القرآن على كفار قريش قراءة صحيحة، لكفروا به أيضا ولاستكبروا عن اتباع هذا الأعجم. يعني كأن الآيات هنا تجيب لماذا أرسل الله عز وجل رسولا عربيا
حتى يكون أسهل عليهم في الإيمان. طيب هو الخيار إيه؟ إنه يكون الرسول إما عربي أو غير عربي. فهم الله عز وجل هنا يقول إنه لو أرسل إليهم رسولا من غير العرب لكانوا تكبروا عليه وقالوا لا مش هنؤمن بيه، احنا عايزين رسول عربي. طيب أهو جاءهم الرسول العربي ماذا فعلوا؟ أيضا إيه؟ طلبوا طلبات أخرى وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا احنا عايزين عربي لكننا عايزينه إيه؟ رجل كده إيه في قومه، رئيس وجيه شريف كذا كذا إلى آخره، عايزين واحد من الأغنياء إلى آخره. فطلباتهم لا تنتهي. والإنسان طالب الحق يا أخوانا يكفيه دليل، وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل. فإذا هؤلاء لو كانوا باحثين عن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا بصورة موضوعية ولنظروا في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما أشربت قلوبهم الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرغبة في الإيمان بقوا يخرجوا كده إيه بعض الحجج التي تريح ضمائرهم لعدم الإيه أو بعدم الإيمان. فلذلك يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني هو قلوبهم أغلقت أيضا، وهم في كل الأحوال لن يؤمنوا لأنهم يرفضون حقائق الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق التي تخالف أهواءهم وتخالف شهواتهم وتخالف تقاليدهم العمياء التي تربوا عليها. فكأن الآية تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن على عدم إيمانهم، لأنهم يعني هم الله عز وجل علم فيهم أنهم لن يؤمنوا في كل الأحوال، من كفر منهم مكتوب عند الله عز وجل كافر. فكأن الآية تصبر وتسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. إذن القرآن الله عز وجل يقول عنه كذلك سلكناه في قلوبهم، يعني كذلك دخل القرآن في قلوبهم، في قلوب هؤلاء الكبراء من القرشيين دخل في قلوبهم. طيب يعني إيه برضو كذلك دخل في قلوبهم؟ دخل في قلوبهم دخول كفر به، يعني كفرهم كأن الآية تريد أن تقول إن دخول القرآن في قلوبهم هذا المدخل، المدخل الإنكاري المدخل الكفري، هذا لم يكن منهم بل كان أيضا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. فهم لم يكفروا بذلك انفرادا بأنفسهم، وإنما أضلهم الله سبحانه وتعالى. فالهدى والضلال لا ينفرد به الإنسان، وإنما لله فيه دخل ولله فيه صنع. وكذلك يدخله الله عز وجل في سائر قلوب المجرمين. إذن كأن الآية تشير إلى أن كما أن الإنسان اختيار حر، فهذا الاختيار الحر سواء كان بالإيمان أو الكفر في دخل إلهي، فالله عز وجل يوفق للإيمان أو يخذل عن الإيمان. فلذلك يقول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني القرآن كذلك رآه المجرمون، كذلك دخل في قلوب المجرمين، أنه دخل في قلوبهم دخول إنكار دخول كفر دخول استهزاء، وهذا لم يكن منهم وإنما كان من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المجرمين ما صفاتهم؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، يعني هؤلاء الناس يحتاجون إلى الإذلال والعذاب والألم الجسدي وفقدان مصالحهم وخسران بيوتهم وأموالهم حتى يبدأ الواحد منهم من الدهشة يرجع ويتواضع ويسأل أين الخطأ في تصرفاتي، أين الخطأ في سلوكياتي. لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم، فإذا رأى الواحد منهم العذاب الأليم يبدأ يتراجع. وهذا العذاب الأليم قد يكون في الدنيا بالهزيمة، بهزيمته أمام النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان، أو برؤيته للعذاب الأليم في الآخرة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن الرجوع في الآخرة لا ينفع ولا يفيد. لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم، فإذا رأوا العذاب الأليم يبدأ الواحد منهم يعني يفكر في الإيمان بالقرآن وربما كنت على خطأ وكذا. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم هذا العذاب
هذا العذاب يأتيهم فجأة بغتة. هذا العذاب الذي هو انتصار المؤمنين عليهم في الدنيا لم يكن في حسبانهم، هذا العذاب الذي هو العذاب في الآخرة لم يكن في حسبانهم، إن عذاب الآخرة يبدأ بالموت وموت الإنسان غير معلوم وقته. ففي كل الأحوال سيأتيهم العذاب إيه؟ فجأة، وهم لا يشعرون بإتيانه. طيب إذا لم يشعروا بإتيان العذاب ماذا سيفعلون؟ يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون؟ إذن عندما يعلموا يقينا أنهم يعني مهزومين، أنهم يقينا خاص، أنهم يقينا من الخاسرين، سينظر الواحد منهم أو سيطلب الواحد منهم الإمهال والتأخير حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الدنيا فقد يرجع وقد يقبل، والكثير فعلا من الكفار آمن في السنوات المتأخرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من الأمويين دخلوا في الإسلام متأخرا بعدما رأوا انتصار الإسلام وكذا. وإذا كان هذا الرجوع في الآخرة فلا ينفع، فإذا المطلوب حتى ينفع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أفبعذابنا يستعجلون، يعني هؤلاء إذا تأخر عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا الإمهال الإلهي يغرهم، فهم من غرورهم وكبرهم يقولون أين هو العذاب الذي تعدون به، أين هذا العذاب، فيستعجلون عذاب الله عز وجل استهانة بهذا العذاب. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أفرأيت يعني أفكرت في حال هؤلاء المعاندين المكذبين، فرأيت وعلمت أننا إن متعناهم في الدنيا سنين عديدة ثم جاءهم بعد هذه السنين ما كانوا يوعدون من عذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني إنهم وإن طال متاعهم في هذه الدنيا الزائلة الفانية فإذا أتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى الخالد الأبدي لم ينفعهم هذا المتاع الذي تمتعوه في الدنيا، ولم تنفعهم جنودهم ولا أموالهم ولا أولادهم التي كانوا يتكبرون بها في الدنيا. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هذا المتاع الذي كانوا يتمتعون به طول المتاع في الدنيا هذا لم يغني عنهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط، فيقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. يقول الله تعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. إذن هذه سنة إلهية، إن ربنا سبحانه وتعالى يظلم الناس، ذكرى وما كنا ظالمين، الله عز وجل لا يظلم الناس، لا يهلك الله عز وجل بلدة إلا بعث لها رسلا منذرين مبشرين، أو بعث لها دعاة إلى الله يعلمون الناس وينذرونهم ويحذرونهم ويقيمون عليهم الحجج. فعلى الناس بعد ذلك أن تراعي هذا وأن تنظر إلى رسائل الله سبحانه وتعالى إليها. وما أهلكنا من قرية، يعني هلك جماعي للناس جميعا مرة واحدة، بجائحة بزلزال ببركان بعاصفة بكذا بخسران بخراب، هذا لا يحصل إلا بعد أن يقيم الله الحجج. ذكرى وما كنا ظالمين، ذكرى يعني نذكر بهذه السنة للكفرة المجرمين، ليتوقع الناس أننا سوف نفعل فيهم ما فعلنا بأسلافهم. ذكرى وما كنا ظالمين، يعني ما كان الله عز وجل بإهلاك هؤلاء بظالم لهم في تعذيبهم حيث أقام عليهم الحجة، بل كان سبحانه وتعالى عادلا يتصرف بكمال الحكمة. وما تنزلت به الشياطين، تعود الآيات الآن للحديث عن أن القرآن وحي من عند الله تعالى. سيدنا الشيخ محمد عبد الله دراز، وأنا أحثكم إخوانا إنكم يعني تسمعوا التسجيلات على الساوند كلاود، شرحنا فيها قبل ذلك كتاب النبأ العظيم
للشيخ محمد عبد الله دراز، والشيخ محمد عبد الله دراز في هذا الكتاب يعني أورد الاحتمالات العقلية في مصدر القرآن. هل مصدر القرآن بشر؟ وهذا البشر أين هو؟ هل هو من مكة ولا من المدينة؟ ولا مصدر القرآن من الشياطين؟ لماذا لا نقول إن القرآن أتى ونزل على النبي بوحي من الشياطين؟ ولا القرآن من نفس النبي من اختراعه هو؟ ولا القرآن نزل من عند ملك من السماء؟ هذه الاحتمالات كلها ناقشها بالتفصيل الشيخ محمد عبد الله دراز، والكتاب الحمد لله مشروح موجود على الساوند كلاود. وما تنزلت به الشياطين، فالله عز وجل ينفي أن يكون القرآن منزلا من عند الشياطين. ليه يا أخوانا؟ لأنه لا يصلح. يعني ما جاء في القرآن ليس هو سلوك الشياطين. الشياطين لا يأمرون بالخير، الشياطين لا يأمرون إلا بالمنكر، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون القرآن منزلا من عند الشياطين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، يعني القرآن هذا لا يصلح للشياطين أن ينزلوا بالقرآن، بل لا يستطيعون أن يؤلفوا القرآن من عند أنفسهم، ولا يستطيع الواحد أن يسترق السمع من ملائكة السماء، بل إنهم عن السمع لمحجوبون. فلا يستطيع الواحد منهم أنه يأتي بالقرآن لا من عند نفسه ولا حتى باستراقه السمع من السماء، لأن الله عز وجل أغلق السماء عن أن يستمعوا إلى شيء منها. إنهم عن السمع لمعزولون، يعني لمحجوبون، حيث إذا أراد الواحد منهم أن يستمع إلى شيء رمي بالشهب، فلا يصلون ولا يستطيعون استراق السمع، وإنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر. يعني إذا ثبت عندك أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة الواضحة الظاهرة التي لا يمكن أن تكون من عند الشياطين، فإذا التزم القرآن الذي هو كتاب التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع هذا الكتاب. لا تدع مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد، الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تدع مع الله، يعني لا تعبد مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وإذا كان هذا الخطاب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا الخطاب مخاطبا بعقائد الإيمان هذه، فإذا غيره صلى الله عليه وسلم يكون أولى بالدخول في هذا الخطاب. فكلنا مطالب بالتوحيد، كلنا مطالب بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، والخطاب أيضا لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بأهله وأن يبدأ بإخوانه وأخواته. يبقى الواحد فينا يبدأ بأهله ثم من يعود. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الأقرب، فالأقرب من قومك من أهلك من عشيرتك، هؤلاء نبدأ بهم. وأنذر عشيرتك الأقربين وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وألن جنابك أو ألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين. يعني إذا كنت حضرتك بتدرس لزوجتك لأولادك لطلابك، بتعلم حد، بتنصح حد، بتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ما يبقاش كده يعني حضرتك بتوصل رسائل خفية كده أن أنا أحسن منكم، أو أنا بفهم عنكم، أو أنا أقرب منكم إلى الله، أو أنا والله هنج وأنتم هلكة، أو أنتم ناس أغبياء بتفهموش. في رسائل كده بتوصل للناس أحيانا وأنت لا تشعر. لذلك مقام التعليم، مقام التربية، مقام التوجيه، مقام النصح، مقام الأمر المعروف، مقام النهي عن المنكر، مقام خطير لا ينبغي أن تصد له كل أحد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يعني أنت هتعمل اللي عليك، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. يعني أنت وانت بتدعو الناس توقع إنهم سيعصونك، لذلك الله عز وجل فإن عصوك، يعني ده متوقع، مش معنى إنك علمت وبذلت مجهود وأنفقت من وقتك وجهدك إنك لابد إنهم يستجيبوا ليك. مين قال إنه لابد يستجيب؟ ممكن يكذبوك، ممكن يستهزئوا بيك، ممكن يقول لك لا أنت بتفهمش حاجة، إحنا أكثر منك فهمة. فأنت قبل ما تأمر وتعلم، قبل ما تتصدر، اعرف إنك قد ترجع بخفي حنين، إنك مش هتوصل لنتيجة. هذا وارد،
هذا وارد، فلازم حضرتك تبقى مهيئ نفسيا لهذا علشان لا تحمل الأمور أكثر مما تحتمل. فين عصاك إذا ده حصل؟ فقل إني بريء مما تعمل، يعني خلاص كل واحد بيختار طريقه، وأنا في طريقي في دعوتي في عبادتي إلى الله لله سبحانه وتعالى، في طريقي إلى الله لا أحيد عن هذا الطريق، وأنتم اخترتم طريقكم بأنفسكم، لكنني بريء مما تعملون. يبقى إذن لابد من الوضوح. أوثق عرى الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى أنت إذا عصاك بعض من تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن المنكر، أو حضرتك اخترت أن تكون من الصالحين وتعرف ناس حواليك من غير الصالحين، يبقى لازم بوضوح تبقى الناس عارفين أنك لا تقبل أفعالهم، لا تقبل سلوكياتهم، لا تجامل على حساب دينك. وعدم لما بنقول لك لا تقبل مش معناها أنك تكون صلف أو أنك تكون فيك جلافة أو أنك تكون منفس، لا، لازم يكون الأمر واضح جدا، مفيش مجاملة. يعني أنا يا جماعة لا أقبل كذا، أنا يا جماعة لا أحب كذا، أنا لا أشرب الخمر مثلا، أنا ما بسلمش على ستات، أنا كده. يبقى أنت لازم الأمور تبقى واضحة وبكل ذوق وبكل احترام. وقل إني فين عصوك فقل إني بريء مما تعمل، أنت بتنصح وبعد كده خلاص كل واحد بتبقى أموره واضحة. وتوكل على العزيز الرحيم. يبقى إذن اجعل ربنا سبحانه وتعالى في جنابك، طالما بذلت مجهود، طالما أنت أمرت، طالما أنت نهيت، طالما أنت يعني أحببت النصيحة ثم لم يستجب لك أحد، فبعد ذلك إن عصوك فاجعل اعتمادك كله على الله سبحانه وتعالى، هذا الإله العزيز الرحيم. والعزيز الرحيم تكرر هنا في السورة كثيرا كما تلاحظون. فالعزيز هو الغالب الذي لا يقهر، أو الغالب الذي لا يقهره أعداؤه سبحانه وتعالى. الرحيم العظيم الرحمة، العظيم الرحمة الذي يرحم عباده جميعا، فيرحم المؤمنين يعني بأنواع الرحمات المختلفة، ويرحم الكافرين أيضا بإرسال الرسل وتعليمهم وهدايتهم وإمهالهم، ويعني النعم عليهم رغم كفرهم. فرحمات الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوعة على المؤمنين وعلى الكافرين على حد سواء، لكن هذه الرحمة مع عزة، يعني مع عقوبة للعاصين ومع ثواب للطائعين. فلذلك قرن بينهما في قوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا العزيز الرحيم سبحانه وتعالى يراك حين تقوم إلى صلاتك، أو يراك حين تقوم في كل أوقاتك، فالله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فإذا لابد للمسلم أن يستشعر دائما أن الله عز وجل معه دائما في كل أحواله، يراه يراقبه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك قائما وراكعا وساجدا وجالسا مع الساجدين في صلاتهم معك. إذن الله عز وجل يراك قبل الصلاة وأثناء الصلاة، والمعنى هنا استحضار رقابة الله، استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء استدل بهذه الآية وتقلبك في الساجدين، لم يفهم منها النبي يتقلب مع الساجدين، يعني يسجد مع الساجدين، وإنما يتقلب صلى الله عليه وسلم حين كان نطفة مع الساجدين، يعني في صدوف في ظهور الساجدين، أي من أجداده صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بذلك بناء على هذا المعنى، بأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا من الأطهار المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. وكون آباء النبي صلى الله عليه وسلم من الأطهار المؤمنين هذا وارد وهذا ثابت، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، مصطفى بمعنى إنه اختار الله عز وجل له خير العائلات، خير البيوت، وهكذا. فإذا لا يكون في آباء النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، لا يكون في آباء النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد غير الله تعالى، وإنما كانوا جميعا إما من الموحدين صراحة، أو من أهل الفترة، أي الذين ليسوا على دين لكنهم لا يعبدون غير الله. أهل الفترة يمكن تقسمهم كما عند
علماء التوحيد إلى نوعين: أهل الفترة الذين يعبدون غير الله المشركون، وأهل الفترة الذين لا يعرفوا دينا ولم يأتهم رسول وكذا. فهؤلاء على أقل الأحوال كان آباء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا من الموحدين صراحة فإنهم كانوا أهل الفترة الذين لم يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به، بل كانوا في منطقة الحياد أو المنطقة التي لا شرك فيها. وتقلبك في الساجدين إذن لها معنيان: معنى النبي يسجد مع الساجدين من أصحابه، أو معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في ظهور آبائه الساجدين المؤمنين. إنه هو السميع العليم، الله عز وجل هو العليم بكل مسموع، العالم بكل معلوم سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. السميع لقول النبي ولأقوال غيره ودعاء النبي ودعاء غيره، العليم بنيته وعمله، والعليم بنية كل من يعمل وعمله أيضا. إنه السميع. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ إذا كانوا يقولون إن القرآن نزل من عند الشياطين، نزل من عند الشياطين، نزل على رسول الله، وأن هذا القرآن الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بفصاحته وبلاغته وكلام الشياطين، فالقرآن ليس من عند الشياطين. هل تدرون على من تنزل الشياطين؟ الشياطين لا تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنزل على كل أفاك أثيم. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاكا أثيما؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب يتعمد الكذب؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ارتكاب الآثام كالكهنة والمتنبئين والعرافين والدجالين؟ هل عرفتم عن رسول الله أنه كذاب أثيم؟ هل عرفتم ذلك عنه؟ إذا كان كذلك رسول الله فنعم القرآن من عند الشياطين. أما إذا عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين وليس كذابا أثيما، فإن القرآن ليس من عند الشياطين، وإنما من عند الله سبحانه وتعالى. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، هؤلاء العرافون الكهنة المتنبئون ماذا يفعلون؟ يلقون السمع يعني يستمعون إلى الشياطين، يأخذون علمهم من الشياطين، ثم يضيفون على ما استمعوه من الشياطين الكذب الكثير حتى يأخذوا أموال الناس. وهل طلب النبي صلى الله عليه وسلم منكم شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب أجرا على دعوته، ولم يكذب عليكم في يوم من الأيام. فإذا الآيات بتذكر هؤلاء الذين ادعوا على رسول الله أن القرآن جاءه من عند الجن أو أنه بوحي من الشياطين، تذكرهم بصفات المتصلين بالجن ممن يعرفونهم من الكهنة والعرافين، وأن هؤلاء الناس كذابين، أن هؤلاء الناس دجالون، أن هؤلاء الناس كثيري ارتكاب الإثم، هؤلاء الناس صفاتهم كذا وكذا، لتذكرهم ولتجعلهم يعني تأخذ بأيديهم إلى التفكر: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته كصفاتهم؟ إذن فالآيات تذكرهم بذلك: تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، ولم يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال شعرا في يوم من الأيام، رغم أنه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ليس شعرا، لكن الشعراء، شعراء الكفار الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه الكذب والباطل، ومن كان على شاكلتهم من الشعراء الذين يخوضون في الباطل ويكذبون ويمزقون الأعراض وينشرون مثالب الناس ويقدحون في الأنساب ويفرطون في المدح والقدح، هؤلاء يجمع حولهم أو يجتمع حولهم الغواة، يجتمع حولهم أهل الأهواء، ويرون شعرهم ويستحسنون قبائحهم ويحسنون إليهم أفعالهم. فإذن على الإنسان أن يتفكر: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كفعل الشعراء؟ إذا لم يكن النبي يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا بالطيب، لم يهج أحدا، لم يسلب أحدا، لم يذكر سلبيات أحد، وإنما كان رده صلى الله عليه وسلم على الموضوع، يتحدث في الشرك، يتحدث في الإيمان، يتحدث في الصدق، يتحدث في بر الوالدين،
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كفعل الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون. وهل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الغاوين؟ هل عرفتم عن أبي بكر أنه كان من الغاوين؟ هل عرفتم عن عمر أنه من الغاوين؟ فإذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليسوا من الغاوين، فإذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء الشياطين، هؤلاء الشعراء في كل واد من أودية الضلال يذهبون على وجوههم حائرين، يعني عقله وخياله ينتقل من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة، من حال إلى حال، أحوال متقلبة لا يثبت على حال واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني الشاعر منهم يعني يمدح في الوطن والوطنية والمش عارف والقيم العليا وكذا، وبعدين تجي في الآخر لا يتمثل شيئا من هذه القيم العليا. يعني غالبهم كذلك، غالبهم ناس الله عز وجل جعل علمهم في ألسنتهم، غالبهم من المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، يعني واحد جعل الله عز وجل علمه في لسانه ولم يجعله في قلبه، فهو كلامه حلو ينقط عسل لكن قلبه خرب والعياذ بالله. فإذا هل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصدق ثم كذب؟ هل نهى النبي عن الكذب يعني عن شرب الخمر ثم شرب؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم خالفه؟ فإذا كل هذه دعوة لهم يتفكروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا كان قد فهم من هذه الآيات أن الشعراء أكثرهم منافقون، فليس كلهم كذلك، بل منهم أهل الإيمان الذين يستخدمون هذا الشعر في طاعة الله وفي مرضاة الله، في المدح ما ينبغي مدحه، في قدح ما ينبغي قدحه، في عدم التأكل بهذا الشعر، في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نشر القيم العليا في المجتمع، في أنهم من أهل الإيمان الصادق يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون. فإذا الآية تستثني من هؤلاء الشعراء بعض المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن الشعراء الآية تستثني زي ما قلنا الشعراء المسلمين الذين اتصفوا بالإيمان الصادق وعملوا الأعمال الصالحة التي تعبر عن هذا الإيمان الصادق، وكان من أحوالهم أنهم يذكرون الله كثيرا، فلم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى، وانتصروا لأنفسهم بالعدل إذا ظلموا بهجاء أو بغيره. يعني هذا الشاعر يستخدم شعره فقط في مرضات الله، إذا حد هجاه، إذا حد قدح فيه يستخدم شعره فيرد على قدر هذا الهج، وينتصر لنفسه وينتصر بالعدل وينتصر لدين الله عز وجل بالرد على هجاء المشركين. وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالطعن في دين الله أو بالطعن في رسول الله أو بالطعن في القرآن ووصفه بأنه من الجن أو من الشياطين أو أنه شعر أو أنه إفك أو أنه كذب، كل هؤلاء سيعلمون أي منقلب ينقلبون، يعني أي مرجع يرجعون إليه، بمعنى أنه سينقلب حالهم من القوة والسلطان والأمن الضعف والذلة والخوف والعذاب. وختام السورة تخويف لهؤلاء المشركين المكذبين الذين ثاروا على سنن المكذبين للمرسلين، الذين قصت علينا السورة قصصهم والذين أخبرتنا السورة بأحوالهم. السورة تحذر هؤلاء من أن ينزل بهم العذاب كما نزل بهؤلاء السابقين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.